انتبه، إنها منطقة خطرة. تمالك نفسك يا مدكور، لا نريد أن نعطي انطباعا خاطئا. لا تقلق، سأتخلص من الجميع بسرعة. لابد أن نتخلص من الوحوش أولا، ذلك أهم. لقد جئنا في مهمة. ولماذا ترغب في الاستعانة بمرشد؟ انسى أمره، يمكنني تولي الأمر. أرجو منك أن تسامح مدكور، ففضوله العلمي يسيطر عليه. اجلس. نحن عالم براكين، وقد جئنا ندرس البركان الذي في الغابة. هناك رجل واحد يمكنه أن يساعدكما. حقا؟ من هو إذن؟ اسمه ترزان، يعرف الغابة أكثر من حيواناتها، لكن لن يسهل إقناعه. حسنا، سأدع النقود تقنعه بسهولة، ما رأيك؟ للأسف ترزان لا يفهم لغة النقود. لا أصدق، إن النقود لها تأثيرها، اسألني أنا. توقف، اتركني، لا تسيء معاملتي. إذا حاولت صيد حيوان في الغابة سوف أفعل ما هو أسوأ. ما هذا؟ من يكون هذا الهمجي؟ هذا هو مرشدكما. صدق ما تعتقده بقلبي، بحب العائلة، ثق بالقلب وبالمصير، يقودكما يقودكما. سترى سيد ترزان، أرجوك انتظر لحظة. اسمح لي أولا بتقديم نفسي، أنا اسمي نائل، وهذا هو مساعدي مدكور. حسنا، سأشرح لك. لقد جئنا كي ندرس البركان الذي يقع على الجانب الآخر، وبالطبع نحتاج مرشدا يعرف المكان. لم تأتي لدراسة شيء. انتظر لحظة. في حقيقة الأمر أن السبب وراء ذهابنا إلى البركان هو البحث عن، سأقول لك، الألماس. وما هو الألماس؟ ألا تعرفه فعلا؟ إذن فعليك الخروج من الغابة ولو لبعض الوقت. الألماس حجر كريم قيمته كبيرة. لماذا؟ هوهو، حسناً، لأنه أثمن شيء بالنسبة للنساء في العالم. ماذا يفعل هذا الرجل؟ كما ترى تماماً، ففي العادة يهدي العريس عروسه خاتماً من الألماس. يحدث هذا في كل مكان؟ بالطبع، والألماسة الأكبر أفضل. نعم، وليس من السهل الحصول على واحدة. ولانا يا ترزان، هل ستكون مرشدنا؟ سأفكر في الأمر. لا أثق بهذا الشخص. لا يعنينا أن نثق به يا مدكور، نحن فقط نريد أن نستغله. ما سر هذا الهدوء؟ أنت الآن تجلس مع زوجتك الجميلة، أجمل فتاة في الغابة. كنت أفكر في، يعني كيف تكون؟ ماذا؟ حفلات الزفاف في المدن. إنها جميلة بالطبع. فستان العروس يكون لونه أبيض، تحمل ذيله فتيات صغيرات، ويرتدي الرجال زيا رسميا، وتكون هناك موسيقى ورقص وزهور ووليمة وكعك. يهدي عروسه خاتما؟ خاتما من الألماس. يجب أن ترى خاتم ابنة عمي، إنه في حجم الفراولة، فزوجها من عائلة ثرية.
ولكن حفلات الزفاف كلها متشابهة. على عكس حفلنا، من غيري كانت الغوريلا وصفة لها. لكن لما سألت هذا السؤال؟ لا شيء، أتساءل فقط. طرزان، صباح الخير. جين، صباح الخير. أنا ذاهب. ذاهب. حسناً، هذا واضح. سأعود لاحقاً قريباً، الليلة أو غداً أو قريباً. حسناً، سآتي معكما إلى البركان. ممتاز، ولكن بشرط. بدأنا. أريد ألماسة لجين. يا لك من رجل طامع. لا بأس، سنعطيك ألماسة. أترغب حقا في فعل هذا؟ أفعل أي شيء من أجل جين. مذهل، إنه يستطيع أن يتواصل مع الحيوان بسهولة. يخططان لسرقة الألماس منا بلا شك. لا أثق في ذلك الشخص. من المؤكد أنك مصاب بمرض الريبة، لكنني أريد منك أن تراقبه جيداً. أفسح الطريق، فأنا أمر. أفسح إلى الجانب الآخر أيها الأصدقاء. أيعرف أن الصناديق تحتوي على متفجرات؟ إذا انفجرت سنحصل على نابيه العاجيين. يا إلهي، هذا مدهش. انغلاق مفاجئ ثم تراخ. أشعر أن طرزان يخفي أمراً ما عني يا أبي. دغدغة بلا ألم. هذا لطيف. عندما خرج هذا الصباح كان يتصرف تصرفات غريبة. إنه يخفي أمراً، لماذا لم يعد بعد؟ تقولين طرزان ذهب إلى المركز التجاري؟ كفى كفى، هذا يكفي، اتركيني. المركز التجاري؟ سأذهب وأتحرى الأمر. نعم، أنا قادم يا جين. احترس يا طاطا. تمسيح! تمسيح! هيا بنا على الشجرة. هيا. نحن في أمان، فقط لو صمدت الشجرة. جين، تسعدني رؤيتك. حسناً، ألتقط أنفاسي. لحظة، ما سر هذه الزيارة؟ هل تعرف أين ذهب طرزان؟ طرزان دائماً، ألن تأتي لسبب آخر أبداً؟ ربما، والآن قل لي أين طرزان؟ ذهب مع رجلين إلى البركان عبر الغابة. ماذا؟ وما السبب؟ هذا لا يعنيني، لكن هذان الرجلان خطران. يا إلهي، هل حذرت؟ لا، فأنا لا أسيء أبداً لمن يدفع المقابل. اسمعي، إذا حدث مكروه لطرزان أرجو أن تأتي للبكاء عليه هنا. هيا يا أبي، يجب أن نصل إلى طرزان فوراً. يمكنكم النزول. شكراً.
اقتربنا من البركان. أخيرا أشم رائحة الألماس بالفعل. جاء الوقت أيها المرشد، سأغدر أنا بك قبل أن تغدر أنت بنا. ماذا تفعل؟ سأتخلص منه. قلت لك راقبه فقط. علينا الحفر الآن، وإذا كنت تريد الألماس حقا فعليك أن تضع هذا جانبا. لكن بعد أن نحصل على الألماس افعل ما تشاء بالسيد طرزان، المهم الآن هو الألماس. حسنا، دعيني أفهم الأمر. طرزان وطأطأ يقودان رجلين إلى البركان ولم يخبراك مطلقا بكل هذا؟ لم يخبراني. أتفهم عدم إخبارهما لك، لكن لم يخبراني أنا؟ كيف يفعلان ذلك؟ نحن مستعدان. ماذا يفعل هذا الشيء؟ تعني أن هذه متفجرات؟ لن تأخذ منا الألماس بسهولة. لماذا أخفى طرزان هذا الأمر عنا؟ لا يخفي أحدنا شيئا عن الآخر. إنه طرزان، لابد أن لديه أسبابه بالتأكيد. ربما لم يتمكن من إخبارك. ما الذي تقصده يا أبي؟ أقسم على الصمت، ربما يعرف الرجلان شيئا عنه. لكن السيد ديمونت قال إنهما لا يعرفانه. حسنا، إذن لماذا أخفى الأمر؟ إلا إذا كان بالطبع، لا غير معقول. أم ماذا؟ أم ماذا يا أبي؟ طرزان تقصد جاسوس؟ هذا منطقي، قصة حياتي التي لا تصدق، يعني لقد ربته القرود و... توقف، أنا شاهدة، رأيت القرود. حسنا، لكن إذا صح الأمر لصالح من يتجسس؟ ماذا تقولين؟ لا يوجد أحد يتجسس عليه هنا. هذا ما يجعل الأمر أكثر ذكاء. سيد نائل، هل هذا هو ما نبحث عن؟ نعم، لقد اقتربنا. واصل الحفر. انظر، أعرف أنها عبارة مكررة لكنني سأقولها. نحن الرياح. صخور لامعة؟ هل هذا هو سر حماسه؟ فالنساء تضعها في أصابعهن ويقولون إننا نحن همجيون؟ يا جين. توكا، ماذا تفعلين هنا؟ عرفت من جين والبروفيسور أن الرجلين اللذين مع طرزان خطران، فجئت كي أساعد. خطران إلى أي حد؟ أقصى حد وأسوأ نوع، خطران ومجرمان. النمل الأبيض. ترى أي ألماسة ستعجب جين؟ انسى يا صديقي، لن تستطيع أن تسرق الألماس منا. أنا لست لصاً. كيف لنا أن نعرف؟ عموماً لن نجازف. طرزان! أو أياً ما يكون اسمك الحقيقي. خططت للأمر. أنا أذكى منه. أنت أذكى منه؟ لقد فجرت المكان ولن نحصل على بقية الألماس.
فلنناقش الأمر في مكان أكثر هدوءاً. لنعد إلى السفينة. إنه صوت الرعد. آسف، علي التخلص من أوراق الشجر. هذا الصوت يأتي من البركان. لن نتمكن من الخروج من هنا. هناك خبر سيء يا رفاق. إن الأرض تحترق. تماما، علميا يزداد البركان نشاطا في كل لحظة. لا لا، هذه حماقة. ما الأمر يا أبي؟ حسنا، بما أن الصخور المنصهرة تحتنا، إذن فوهة البركان ستكون فوقنا. لا أعتقد أننا يمكننا اختراق قمة الكهف حتى إذا وصلنا إليها. هذا مستحيل. أحسنت يا طرزان. كن حذراً أرجوك. نجحت الفكرة. ماذا ترى؟ البروفيسور محق. إنها نظرية علمية. هيا يا أبي، هيا. هيا. مدهش، ليتني أستطيع دراسة الصخور المنصهرة. هل فعلت في وقت آخر؟ وجهة نظر. المركز التجاري من هنا، أظن ذلك. تحتاج الآن إلى مساعدة رجل الغابة. قلت لك أنا سأتولى الأمر. أبهذه الطريقة تتولى الأمر؟ أهرب! سننتظر حتى يرحلوا، سيشعرون بالملل في النهاية. شكراً يا ولدي، لكن أعتقد أن أمرنا انتهى. طرزان، ما الذي تفعله؟ تعلق بي بسرعة. لكننا نريد أن نصعد. لا تخافي، سنفعل. هل هذا ممكن؟ لا يهم طالما أنه قد نجح. ماذا تريد؟ درجة السخونة لا تحتمل. مدهش، أمر مدهش. ألم أقل لك الآن بإمكاننا أن اصعد أعلى. اصعد. طرزان، أنت حي.
علك لست غاضبا بشأن ما حدث في الكهف. الألماس! لا 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 لا! ألماسي! أتريدان العودة إلى هناك؟ لحظة، سأوضح لك الأمر. إن هناك سوء تفاهم كبير، فنحن علماء براكين. كنت سأتخلص منه وأنت منعتني. نعم، ووضح هذا الأمر أيضا للشرطة. عزيزي طرزان، كم أقدر لك مجهوداتك الرائعة، لكنني لا أريد الألماس. أنت أغلى من أي شيء يا عزيزي. هل قلت ما أزعجك؟ على الإطلاق، لكنني لا أعرف ماذا أفعل بهذا الشيء. هل هذه لي؟ هذا إذا أردت. طبعا، لقد عانيت كثيرا للحصول عليها. يجب أن أري هذه الألماسة لقريبتي.